متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم في فيديو جديد آخر. في هذا الفيديو غادي نتحدث لكم على واحد المرهم اللي كيتباع في الصيدليات بثمن ديال 18 درهم واللي اسمه لوكودينين بي. هذا المرهم اللي دار واحد ضجة كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صفحات الفيسبوك بأنه يزيل البقع السوداء ويقوم بتصفية البشرة وكذلك يزيل الكلف ويقوم بإشراق البشرة ويعطي بشرة نظيفة إلى غير ذلك من الفوائد. إلا أن انا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوجه تحذير خاص للناس اللي كيستعملوا خصوصا الفتيات والنساء اللي كيستعملوا لوكودينين بي من اجل تصفيه البشره، فهذا خطا كبير. لوكودينين بي يعني كيتعطى الناس اللي عندهم مرض البهاق وما يسمى بالبرص، كيتعطى الناس اللي عندهم مرض البهاق او البرص، لان كما تعرفون الاشخاص المصابين عافانا الله واياكم من البهاق كيكون عندهم واحد الاختلاف ديال الانوار داخل البشره. لهذا لوكودينين بي يعطى للناس اللي عندهم البهاق من اجل توحيد لون البشره، يعني ان لوكودينين بي يعطي من اجل توحيد لون البشره لا غير فقط. ويعطى هذا الكودين بي يعني يقوم بوضعه في المناطق المصابه بالبهاق ليلا، يعني ما كتعطاش يعني في المساء، يعني الاناره ممنوعه يعني والتعرض لاشعه الشمس فهي ممنوع، وكذلك يعطى بالليل خصوصا يعني لا يمكن القيام به يعني في المنزل وكذلك الاناره مشعوله، فهذا خطا يجب وضعه والنوم مباشره ثم في الصباح الغسل. اذا هذا فيما يخص هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله والى اللقاء.